إصدار إذن قضائي في الكافة بزواج قاصر بعد موقعتها من قبل شاب يثير ردود فعل تنادي بمراجعة قانونية لمثل هذه الحالات. شركة بتروفاك تقرر إيقاف نشاطها بجزيرة قرقنة بسبب تجدد تعطيل نشاطها. تواصل توقف الحركة التجارية في معبر رأس الجير الحدودي للأسبوع الثالث على التوالي. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. نقلت مراسلة الأخبار بالقصرين عن مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين أنها تلقت في حدود الساعة 10 مساء إشعارا يفيد بإصابة عسكريين اثنين في انفجار لغم أرضي بأحد مرتفعات القصرين، وأنه سيتم نقلهما إلى المستشفى المذكور لتلقي الإسعافات الضرورية. تتالت ردود الفعل من ناشطين في المجتمع المدني على أثر إذن قضائي يسمح بزواج طفلة تبلغ من العمر 13 سنة بعد موقعتها برضاها من قبل شاب في العقد الثاني من عمره. ونقل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية يخول هذا الأمر نظرا لحمل هذه الطفلة. أمام المحكمة الابتدائية بالكاف تجمع عدد من الناشطين في المجتمع المدني للتعبير عن رفضهم للقرار القاضي بالسماح لقاصر بالزواج بعد موقعتها من طرف شاب في العقد الثاني من العمر. نشوفوا قانون رجعي، لأنه أنت اللي يولي اللي يغتصب بنية، اللي يغتصب لك بنتك تعيط له ينسيبي وتزوجوا بنتك، وفما حاجة أخرى اللي نحن نعرفوا لي هذه أمور شكلية تعرس مش في بينهم باش يديروا الوضيحة، أما عامين أخرين عنده الحق يطلق. وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أكد أن المحكمة أصدرت قرارها حسب فصول المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية مراعاة لحالة الحمل الموثقة ضمن شهادة طبية. لازم نعرف احنا لهنا ان ما تعرضت اليه البنت ليس من باب الاغتصاب بل في باب موقعة انثى برضاها، وهذا يخول سيد رئيس المحكمة باش يعطي إذن بالزواج على معنى الفصل خمسة من مجلة الأحوال الشخصية، والذي يقول النص معنى والمحاكم يعطي الإذن المذكور لأسباب خطيرة. والسبب الخطير عدل هنا هو أن البنت حامل في شهرها الثاني. في خصوص المحكمة فإن المحكمة طبقت القانون وسيد رئيس المحكمة طبق القانون. هذه الحادثة التي جدت بإحدى المناطق الريفية كشفت حسب إدارة حماية الطفولة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف عدد من القوانين وخاصة ذات العلاقة بالطفولة. قاعدين نخدموا مع ائتلاف جمعياتي لنحو كل القوانين اللي تمس الحريات الشخصية، وخاصة القانون هذا 227 مكرر، فهو يعتبر قانون اغتصاب الطفولة. حادثة هذه إن شاء الله تثير أكثر تفعيل وإلا وعي لكل متدخلين ومجلس نواب الشعب على أساس أنه يترفع القانون هذا ويتم تنقيحه ويتم إلغاءه وتغييره بما يمكن أن يؤمن للطفل المصلحة الفضلى له. وكانت المحكمة الابتدائية بالكاف قد سمحت لقاصر في 13 من عمرها بالزواج ليثير هذا القرار ردود فعل واسعة. وأمام مجلس نواب الشعب نظم المجتمع المدني وقفة احتجاجية طلب فيها بتنقيح القوانين المتعلقة بالتعدي الجنسي ضد القاصرات. هذا ما طالب به ممثل عدد من منظمات المجتمع المدني نواب الشعب، وهو تنقيح فصل 227 مكرر من المجلة الجزائية. فصل يقول المحتجون الغاضبون على قرار محكمة الكاف والقاضي بتزويج طفلة بمن واقعها جنسيا إنه فضيحة، وإن تداعياته خطيرة على الطفولة وعلى المجتمع بشكل عام. الفتيات هذوما عادة يبطلوا الدراسة متاعهم،
ثاني فصل باعتبار اللي هو ما يطلقيش انشا ولكن يعذبها في حياتها تولي تطلب هي الطلاق، فهمني؟ الى جانب كونك كل يوم عرضه للاغتصاب مره اخرى. القانون عدد 61 اللي يمنع الاتجاب الاشخاص يقول لك اكراه المراه على الزواج يعتبر اتجارا، والمينيموم يتحط الواحد معناها الجاني يتحط في الحبس مينيموم 10 سنين، ومن بعد تلقى فصل 227 مكرر اللي يقول اللي الطفله المغتصبه ينجم الراجل يعرس بها وما يتحطش في الحبس. المحتجون ذكروا ان مشروع قانون اساسي لمناهضه العنف ضد المراه يلغي هذا الفصل قد تم تقديمه منذ جويلية الفارت لمجلس نواب الشعب للمصادقه عليها، ولكنه لم يرى النور الى حد الان. في تأخير كبير ومش معقول، مش معقول أمام معناها العنف اللي قاعد يتسلط على النساء وعلى الفتيات يوميا وفي كل الجهات، واللي قاعد يتفاقم، هذه ظاهرة قاعدة تتفاقم، وهنا المجلس النواب مش قاعدين قايمين بالواجب نتاعهم من ناحية هذه. اعتبرناه ثاني قانون بعد قانون حماية المبلغين عن الفساد، دونك احنا مباشرة بعد نكملوا القانون هذا اللي بدينا فيه باش يكون مشروع قانون العنف ضد المرأة، وأكثر من هذا كل أعضاء اللجنة أجمعوا أنه باش نعملوا كل مجهوداتنا أنه يكون يوم 8 مارس جاهز هذا القانون. ولئن أذنت النيابة العمومية بالكاف وفق مصادر إعلامية بإيقاف القرار القاضي بتزويج القاصر بمن واقعها جنسيا، فإن المصادر ذاتها أكدت أن قضية في إبطال عقد هذا الزواج سيتم رفعها ضد الزوج وولي القاصر لأن الطعن فيه غير ممكن وفق ما نقلته وسائل إعلام عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف شكري المجري. قررت شركة النفط البريطانية بتروفاك إيقاف نشاطها بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس بسبب تجدد الاحتجاجات وتعطيل نشاطها من قبل عدد من المحتجين بالجزيرة. في المقابل نفى والي صفاقس الحبيب شوات خبر قرار مغادرة الشركة للبلاد، وأكد أن الشركة تعرضت في أكثر من مناسبة منذ عودتها إلى سلف نشاطها إلى مشاكل تتمثل بالأساس في منع شاحناتها من المرور. راهو شوفني للأمانة ما انقطعتش، أنا قلت لك تقريبا يعني تلقيت القرقنة 5 مرات وجلست مع مختلف الأطراف بما في ذلك الشخص اللي واقف هذا جلست معاه، وينجموا أهالينا في مليتا يشهدوا أنه ثم جلسة صارت في مليتا ذات مع الشخص هذا من أجل حلحلة الأوضاع وما تبع ذلك، ولكن التعنت متاعه وما تبعها خلق بالتأكيد مشاكل عديدة وعديدة جدا، وشفتها للأسف الشديد. احنا وين تحتاج تمشي تسكر الطريق، وين تحتاج تمشي تسكر الإنتاج. احنا ماناش ضد أنك تعبر على رأيك، ولكن ما توقفش الإنتاج. هنا نعملوا على الإخوة في المجتمع المدني، نعملوا على الإخوة في المنظمات الوطنية على أساس أنه يتدخلوا مع بعض معنا من أجل ماذا؟ من إيجاد حل. للأسبوع الثالث على التوالي يتواصل وغلق معبر راس جدير الحدودي بعد أن قام المعتصمون بالطريق الرابطة بين بنقردان وراس جدير بقطع حركة العبور أمام الليبيين في كلا الاتجاهين باستثناء الحالات الاستعجالية، منددين بما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم التنموية. يتواصل للأسبوع الثالث توقف الحركة التجارية وحركة المسافرين بمعبر راس جدير بعد أن صعد المعتصمون من احتجاجهم وقاموا بمنع عودة الليبيين إلى بلدهم عبر المعبر والسماح فقط للحالات الإنسانية بالمرور. المطالب متمثلة اللي هي في المعاملة بالمثل من الجانب الليبي، كما تونس ألغت الضريبة متاع 30 دينار نطالبوا في الطرف الليبي باش يلغي من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل. مطلب الثاني اللي هو إعادة انسياب السلع. الشاب عبد الصمد الأسود صاحب شهادة علمية تخرج منذ 2002 اعتاد العمل عبر المعبر لأنه لم يجد في مدينته مشاريع عمومية أو استثمارات خاصة تستقطبه هو وشباب الجهة. صرت أسير على المعبر الخدمة كاملة وكل شيء مربوط بالمعبر، معناها حتى قبل كي يقص المعبر مثلا نمشي نخدموا نقولوا احنا مرمى دهن رغم تخرج مزاج وكل شيء تنقص كي يقص المعبر الخدمه كلها تنقص لانها مربوطه كل شيء ببعضها. قبل كل شيء معامل هنا المصانع اللي وعدنا بها المنطقه الصناعيه والمنطقه اللوجستيه فيما يخص بنقردان. هذه المشاريع التي تم الاعلان عنها في عده مناسبات عدد منها بدا تفعله هو يطور الانشاء ثم
مصحة استشفائية على ملك أحد الخواص وهي مشروع صحي واد. كذلك ثم المؤسسات التجارية التي ذات الساعة التشغيلية المتوسطة من 15 إلى 25 موطن شغل. في بنجردين تطرح معادلة اقتصادية واجتماعية صعبة بين وعود تنموية ستجد طريقها للإنجاز في غضون سنوات ومطالب اجتماعية ملحة من أجل توفير لقمة عيش. في الشأن السوري تأجلت عملية إجلاء المدنيين ومسلحي المعارضة من شرق مدينة حلب السورية بسبب استئناف المعارك بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة، وقد اتفق رئيسان الروسي والتركي على بذل جهود مشتركة لإخلاء شرق المدينة المحاصرة في أقرب وقت ممكن. بعد ساعات من اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية، تجددت صباح اليوم الضربات الجوية والقصف وإطلاق النار في إشارة قوية لتعثر هدنة قد تعني نهاية سنوات من المعارك العنيفة، حيث أعلن الجيش الروسي أن القوات السورية استأنفت صباح اليوم المعارك في شرق المدينة إثر شن مسلحي المعارضة هجمات حاولوا فيها خرق مواقع القوات السورية حسب نفس المصدر. كما تأجلت عملية إجلاء المدنيين ومسلحي المعارضة من الجزء الشرقي من المدينة عملية الإجلاء التي قالت الأمم المتحدة إنها لا علاقة لها بها، لكنها تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في أي عملية إجلاء. وأمام ما آلت إليه الأوضاع الميدانية والإنسانية في المدينة المحاصرة، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن دولا غربية تسعى إلى وقف لإطلاق النار شمال حلب لإنقاذ الإرهابيين على حد وصفه، معتبرا في لقاء مع التلفزة الروسية أن الغرب لا يهتم فعلا بالمدنيين في حلب. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب عن أمله في تسوية الوضع في شرق حلب خلال يومين أو ثلاثة، معتبرا المفاوضات مع واشنطن حول سوريا جلسات عديمة الجدوى، وحملت ألمانيا وروسيا جانبا من المسؤولية عن تدمير شرق حلب. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن خيار فرض العقوبات عليها ما يزال مطروحا. أما الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند فقد أبدى تأييده لإجراء عملية إجلاء المواطنين العالقين تحت إشراف مراقبين أمميين وبحضور منظمات إنسانية. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره القوات الحكومية السورية بانتهاك الاتفاق. أعضاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة قالوا إن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية أساسية في منع الهجمات وانتهاك حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب. دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بمناسبة عقد جلسة خاصة مع المديرين العامين للهيئات الإذاعية والتلفزية العربية، دعا الحاضرين في المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته الحالية إلى ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا. وأوضح أبو الغيط أن اجتماعين سيعقدان في إطار الجامعة العربية، الأول غدا على مستوى المندوبين وبطلب من قطر، والثاني يوم 19 من هذا الشهر على المستوى الوزاري بطلب من الكويت. لا أرغب أن أستبق الأحداث، ولكن أتصور أنه عقد الاجتماعين سوف يؤشر إلى أولا الاهتمام العربي العميق بتطورات الأحداث في سوريا، وأتوقع أيضا أنه سوف يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإتاحة الفرصة للمدنيين للتمتع بحالة سلام. المواطنين السوريين تعرضوا لأذى شديد، وأذى شديد لا يمكن القبول به. يجب وقف إطلاق النار، يجب التوصل إلى تسوية سريعة تتعلق بإمدادهم بكافة احتياجاتهم من المأكل والمشرب والعلاج الطبي. أصيب خمسة من عناصر الشرطة المصرية في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة، ما أدى إلى إصابة طاقمها بجروح متفاوتة الخطورة. وفي حادث منفصل أكدت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أطلقا النار على كمين أمني في العريش، ما أدى إلى إصابة جندي من أفراد الكمين تم نقله إلى المستشفى. وتشهد شمال سيناء حالة من التوتر بسبب الهجمات المكثفة التي تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الأمنية العراقية أتمت تحرير ما يقارب 20% من مركز الموصل. في المقابل حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الآلاف من العراقيين الذين يواصلون الفرار من الموصل بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. ختام نشر مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إصدار إذن قضائي في الكاف بزواج قاصر بعد موقعتها من قبل شاب يثير ردود فعل تنادي بمراجعة قانونية لمثل هذه الحالات. شركة بتروفاك تقرر إيقاف نشاطها بجزيرة قرقنا بسبب تجدد تعطيل نشاطها. تواصل وتوقف الحركة التجارية في معبر راس الجير الحدودي للأسبوع الثالث على التوالي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.